مجلة ذيس ويك ان بالستاين هي واحدة من الأعمدة الرئيسية في وسائل الإعلام الفلسطيني، خاصة أنها بتوصل لأكثر من 90 دولة في العالم من خلال صفحتها الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة للمجلة المطبوعة. وساني مايو، أو بالأحرى ساني، هو العمود الفقري لهذا المشروع. قدر على مدى 20 سنة من عمر المجلة أنه يتخطى العديد من المحن والصعوبات، خاصة المالية منها. وتقديري بيستحق وبلا شك لقب رجل المواقف الصعبة، لأنه قدر يقود فريق العمل بظروف ما كانت سهلة على الإطلاق. كان أكثرها تأثيرا اقتحام الجيش الإسرائيلي في العام 2014 لمكاتب المجلة، ومصادرة كافة الأجهزة بما فيها أرشيف المجلة اللي تم تجميعه على مدى 16 عام. رؤية وفلسفة سني في المجلة هو إبراز أفضل ما تنتج فلسطين ثقافيا ومجتمعيا واقتصاديا، والأهم إنسانيا. وقدر من خلال علاقات المميزة مع فريق العمل إنه يجعل من المجلة مشروع وطني بامتياز، إله حضور الإعلامي داخل وخارج فلسطين. سؤالي لسني هو التالي: هل بتقديرك تقدر مجلة This Week in Palestine إنها تتحول إلى مجلة رقمية بدون ما تفقد خصوصيتها ودورها كمطبوعة؟ 2، هل هناك فرصة لترجمة محتوى المجلة للغات أخرى غير الإنجليزية؟ 3، ما زهقتش مني بعد 30 سنة؟